بنرحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل. امبارح الجو كان برد شويه وفي القاهره كان في مطره، خلونا بقى النهارده نعرف من ليندا الاخبار الطقس بالتفصيل في جميع المحافظات. ليندا، النهارده يا بسنت في تحسن بشكل عام في معظم المحافظات. الطقس الصبح هيكون برد، بالليل هيكون شديد البروده، ولكن افضل من امبارح والايام اللي فاتت. الحمد لله. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. النهاردة الطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وهيكون معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد الصبح وشديد البرودة بالليل على الأنحاء كافة. هيكون في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 19 والصغرى بتسجل 10، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى كمان 10، مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 10، سيوة العظمى 19 والصغرى 9، بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12، دمياط العظمى 19 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 9، السويس العظمى 18 والصغرى بتسجل 10. هنروح للعريش، العظمى فيها 19 والصغرى 11، سانت كاترين العظمى 10 والصغرى 0، طابق العظمى 16 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 15، الغردقة العظمى 20 والصغرى 14، الفيوم العظمى 19 والصغرى 9، بني سويف العظمى 19 والصغرى 8، المنيا العظمى 19 والصغرى بتسجل 7. هنروح لأسيوط العظمى فيها 19 والصغرى 7، سوهاج العظمى فيها كمان 19 والصغرى 8، قنا العظمى 20 والصغرى 9، الأقصر العظمى 20 والصغرى 9، أسوان العظمى 21 والصغرى 10، الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 7، شلاتين العظمى 23 والصغرى 12، وأخيرا حلايب العظمى 20 والصغرى بتسجل 12. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشازلي وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا ليكي يا ليندا، ويعني بشكل عام الجو أكيد أحسن بالتأكيد. شكرا يا ليندا.